والآن مع شخصية العام الاقتصادية في فلسطين ورجل الأعمال عماد أبو بكر. من دراسته الجامعية في الأردن إلى المملكة العربية السعودية ليشق طريق حياته العملية، فيكون التحدي عنواناً لتلك المرحلة، ينتقل بعد سنين عدة لحياة مهنية مستقلة ليصبح رائداً في مجال التجارة والاستثمار. البداية كانت في فلسطين بعد العودة من الاغتراب عبر تأسيس شركة الواحة للصناعة والتجارة، وافتتح بعدها أول مصنع للشيبس في منطقة شمال الضفة الغربية بأيادي فلسطينية، مستورد لعدة أصناف في السوق الفلسطيني، وينتقل بعدها مجال تجارته للأردن ومن ثم تركيا، عضو هيئة إدارية في نادي جنين الرياضي، عضو مؤسس جمعية إلاف، ومساهم أيضا في مشروع مستشفى ابن سينا. شخصية العام الاقتصادية عماد أبو بكر.